طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. كنا عم نتحدث عن السالفيج فاليو، كيف انها ممكن تكون نيجاتيف. وكنت احكي لكم قصة صارت معنا في امريكا. كان في عندنا كمبيوتر تابع للقسم، لما كنت طالب هذا الحكي ماجستير دكتوراه. فالكمبيوتر كان كمبيوترات ايام زمان كبيرة الحجم، كانت يعني الديسك توب تاعكو او اللاب توب تاعكو هذا الموجود حاليا، هذيك الايام كان غرفه اليونتس تاعته ماخذ غرفه. كان عندنا كمبيوتر للقسم سنترلايزد، وماخذين منه خطوط الاساتذه والطلبه على غرفه الكمبيوتر، ماخذ غرفه. تطورت صناعه الكمبيوتر، صار في شيء اسمه البي سي، واللي هو البيرسونال كمبيوتر، اللي هو زي الديسك توب لابتوب سي بي ما بعد طلعت. فشوي شوي بطل حدا يستخدم الكمبيوتر الأصلي اللي كان عندنا في القسم. يعني هم لما اشتروه سنة 76، دفعوا ثمنه في ذلك الوقت، كأني بتذكر 125,000 دولار سنة 76. بال85 86 كانت الدكاترة بطلوا يستخدموه، وطلاب الماجستير والدكتوراه صار في عندهم بالأبحاث المدعومة تاعتهم في كمبيوترات. كل مختبر في كمبيوتر، مش لابتوب، ديسكتوب يشتغل منه. وبالتالي توقف العمل في السنترلايزد يونت خلال 10 سنوات، استعملوه أبو 10 سنوات. طيب، ظلوا ماخذ هالغرفة. اجوا بعديها فترة بسيطة 87، هذا الحكي من 84 85 86 86 اخرها بداية 87، شيء زي هيك. القسم احتاج الغرفة اللي الكمبيوتر القديم سنترلايز اسمه ديكت 1 دي اي سي 2 دي سي، نسيت والله شو اسمه، اتش بي 3000 شيء زي هيك. المهم بدهم الغرفة. طيب، بدون الغرفة شو معناها؟ لازم الكمبيوتر اللي في جوا الغرفة يطلع برا. فاجوا بدهم يبيعوه، عرضوه للبيع، اجاهم واحد قال لهم اعطوني 5000 دولار عشان اشيله. هيك شو بتصير السالفج فاليو هيك؟ بالنيجاتيف. ناقص 5000 دولار. والأخير اتفقوا مع واحد فني بيشتغل في القسم انه ياخذه ببلاش. شو بتكون السالفج فاليو هيك؟ زيرو. زيرو. الآن هذا مثال مش صناعي، هذا مثال بسيط جدا، بس على أفرجيكم كيف السالفج فاليو ممكن تكون صفر أو نيجاتيف. هلا بدي أعطيكم صناعة هي نيجاتيف بشكل قوي. لما يكون عندنا مثلا مصنع بينتج الطاقة النووية، الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة النووية، المعدات تاعته شو مشكلتها؟ بشكل عام معرضة لأشعة نووية يعني؟ بتكون مشعة، يعني فيها some radioactivity. هلا لما تكون حديد وغيره فيه شوية radioactivity، هذا ما فينا نستعمله كما هو، هذا بده معالجات عشان يصير صالح للاستعمال مرة ثانية. وبالتالي عندنا مشكلة هون، إنه لما نيجي بدنا نبيع هاي المعدات وهاي الفاسيليتيز، ما حدا بيرضى يشتريها. ليش ما حدش بيرضى بيشتريها؟ لأنها راديو أكتيف، مشعة، وبالتالي بصير بدنا ندفع فلوس عشان نتخلص منها. صارت الآن هون السالفج فاليو شو؟ النيجاتيف. حتى اللاند ممكن تكون نيجاتيف، بمعنى آخر إنه الحكومة تفرض علينا انه ندفع فلوس لمعالجه الارض، وبعدين بيجي حدا بده يشتري ارض، ما حدا برضى يشتري ارض كان منشأ عليها من قبل منشآت نوويه، يعني فيها راديو اكتيفيتي، فبالتالي شطبط الارض، بصير حتى الارض تاعتنا براكتيكلي قيمتها صفر او دون الصفر. بجوز نضطر ندفع فلوس بس عشان نحط حارس عشان ما حدش يفوت على المنشأه اللي هي فيها سابقا كانت منشأه فيها راديو اكتيفيتي. بس هاي الأمثلة اللي ضربتها كلها عبارة عن حالات خاصة. الصناعات الكلاسيكية الكيميائية اللي احنا نتعامل معها بشكل عام ليست من هذا النوع، بس الواحد بده يكون عينه مفتحة بيعرف انه في استثناءات. طيب،
هذا بس تعليق على الايكونوميك لايف وعلى السالفج فاليو اللي في اخر العمر الافتراضي للمشروع. يعني شويه نقاط هيك على الهامش. هذا المشروع اللي امامنا اللي انتهى عند هذه عند العشر سنين. حسب الرسم اللي عندنا انتهى المصنع هاي end of project life عند هاي النقطة. وهذا الكاش فلو كان عندي ماشي على الخط هذا. تمام؟ هذا المشروع ربحان ولا خسران؟ ربحان. ليش ربحان؟ كيف بعرف انه ربحان؟ لانه الكاش فلو لفوق. الكاش فلو في البوزيتيف مش انه لفوق. يعني هي هيك هيك حياته هي هون لفوق. بس بالنيجاتيف بعده. بس طلعنا احنا بوزيتيف عند هاي النقطة طلعنا بوزيتيف. يعني صار عندي الكاش فوق الصفر. فعلى العمر الافتراضي كامل للمصنع انت في النهاية انا انتهيت هون. قديش ربحان انا هون؟ بحدود المليونين وثمانمية. حوالي 2.8 مليون دولار. مع انه مش دقيق الحرف الكابيتال ام احنا فسرناه انه مليون وهو صحيح بس بي كيرفول كتابنا مش دقيق. كيف يعني مش دقيق في هاي النقطة؟ الكابيتال ام عندنا في الكيماوي والكتب والمراجع الكيماوية اللي بتتحدث عن التكاليف والكوس وهو الكابيتال ام معناها مش مليون وانما معناها ألف. والمليون بحطوا أم أم تو أمس يعني دبل أم. فهاي ثلاثة أم يعني 3000. بس مش معقول إحنا نتحدث عن مشروع صناعي ربحان 3000 دولار في آخر المدة الافتراضي العمر الافتراضي للمصنع. هذا يعني إفراط. دكاني بتعمل أحسن مني. فبالتالي لا هاي عبارة عن 3 مليون. طيب أو تقريبا 2.8 مليون. فهو ربحان. تمام. هلا ومتى انا استرديت راس المال تاعي؟ السنه الخامسه حسب الرسم اللي عندنا في السنه الخامسه من الانتاج مش من العمر الافتراضي من الانتاج لانه احنا اول اعتمدنا تايم زيرو بدايه الانتاج تايم زيرو بدايه الانتاج. طيب هاي الخمس سنين فيما بعد حيمر علينا بس نحكيها الآن لها اسم بنسميها كاتبين عليها مش كاتبين بيسموها الـ payback period. payback period payback period متى زمنا استرجعت رأس المال تاعي. payback period with respect to the production time من بداية الإنتاج. أنا ذكرت إنه في بعض الكتب الريفرنس تايم تاعه زيرو بيكون لما بلشنا ندفع اللي هو هذا في هيك حالي من هون. في هيك حالي شو بيكون payback period؟ 5 سنين ولا إشي أكثر؟ 7. بتكون لا مش 7، 6.5 لأنه هاي ناقص 1 هاي هون ناقص 2 وهاي تقريبا نص الطريق بالآخر. طيب إذن طلعت أنا الآن شغلتين لهم علاقة بالبروفيتابيليتي تحت المشروع. أول واحدة إنه الباي باك بيريد 5 years out of 10 years من بداية الإنتاج معناها أنا رجعت استرديت رأس مالي قبل ما ينتهي المشروع معناها مشروع ربحان. وأوفر أول على العمر الافتراضي الكامل للمصنع أنا عملت 2.8 مليون دولار. شو في كمان شغلات هون ممكن يعني معلومات سعر الأرض قديش تقريبا حسب الرسم
10,000 يعني. لا، ولا الام عباره عن مليون. يعني 100,000. كيف 100,000؟ ربع مليون تقريبا. تقريبا ربع مليون. اوكي، الوركينج كابيتال قديش؟ اثنين مليون. حوالي اثنين، لا مش اثنين مليون، الوركينج كابيتال مش اثنين مليون. برضه ربع مليون. برضه ترى حسب الرسم شكلها ربع مليون، بس مش لانه الارض ربع مليون هاي ربع مليون، صدفت انه تقريبا نفس المبلغ، هي اكبر شوي لانه المسافه هاي هون شكلا اكبر من هاي، يعني نقول 300,000 400,000. طيب قديش قيمه المعدات مع الكونستراكشن؟ قيمة المعدات مع الكونستراكشن اني بودي مليون وخمسة وسبعين. مليون وسبعمية وخمسين ألف، 1.75 مليون. واضح ليش؟ اللي هي من هون الكاش من هذا النقطة لعند هاي النقطة اللي هي 2 مليون ناقص الربع مليون، هاي اللي 1.75 مليون اللي هو 3/4. إذا لاحظوا في معلومات الواحد بيطلع فيها من الكوميونتيف كاش فلو بوزيشن الايكونوميك لايف اوف ا بروجكت. طيب نفترض الآن افتراض إنه بدل ما الخط هذا كان بهذا الأسلوب، نقول إنه كان بهذا الأسلوب. اوكي، لعند نهايه العمر الافتراضي، بصير هذا المشروع طلع شوي صغير الى هون، وهي كانت نهايته. بصير هذا المشروع ربحان ولا خسران؟ خسران. طبعا خسران، ما رجعناش راس المال تاعنا. اذا في اشياء يعني تطلع من هذا الفيجر، فهذا الفيجر مليان معلومات، مليان معلومات. طيب هيك بنكون انهينا موضوع الايكونوميك لايف اوف اي بروجكت. الكابيتال انفستمنت حكينا في شيء بسموه الفيكست كابيتال انفستمنت، في شيء بنسميه الوركينج كابيتال، وفي شيء اسمه التوتال كابيتال انفستمنت. والتوتال كابيتال انفستمنت عباره عن مجموع الفيكست كابيتال زائد الوركينج كابيتال. الوركينج كابيتال حكينا عنه شو هو، قلنا هو عباره عن ثمن، عفوا الوركينج كابيتال عباره عن الكاش اللي في الصندوق والرو ماتيريالز والفينيشد برودكتس والسماي فينيشد برودكتس. والفيكس كابيتال انفستمنت هو المعدات ثمنها مع تركيبها. اوكي، حتى لاحظوا هون هاي الفيكس كابيتال انفستمنت كان من هون، يعني ككاش من هذه النقطه عند هاي النقطه، هي الفيكس كابيتال انفستمنت. طيب بدي احنا قديش ضايل لنا وقت؟ وين في الساعة؟ وانا الدنيا رمضان، انا ما بدي اشوف والله هذا شو في وراه جاي. خلينا نحكي عن هذا بعدين وقت المحاضرة. في هذا الفيجر ما له علاقة بالفيجر السابق، بس يعني كويس نفهمه لانه مهم في الانتاج، مهم في عمليه الانتاج. اللي اهلهم تجار او فاتح مصلحه، في شيء بنسميه رسملنا. رسمل، شو يعني رسمل؟ رسمل جاي من راس مال. اوكي، او طلعت راس براس،
أو لا إلي ولا علي. شو معنى الكلام هذا؟ يعني اللي أنا دفعته عشان أبدأ المشروع ويعني استردته. بس مش المشروع، نتحدث الآن عن مش مشروع، وإنما نتحدث عن operation، شغالي. واحد فاتح دكان آخر الشهر، أوكي، بيجي بتطلع شو دفع وشو فات عليه، فيا بيطلع ربحان يا خسران. والشهر اللي بعده يعني بيفتح حساب جديد عشان يشوف الشهر الثاني ربح ولا خسر. الآن أثناء الشهر بكون عم بنتج وببيع، بنتج وببيع، لما توصل النقطة في الكاش اللي هو الإنتاج تاعه سكر المصاريف تاعته، بقول لك أنا الآن رسملت، الآن صرت راس براس، أي شيء ببيعه بعد هذا اليوم الصافي تاعه عبارة عن مربح، صافيه عبارة عن مربح. هاي بنسميها النقطة تاعت الإنتاج أو المبيعات اللي بترسمل معي، اللي بتخليني أطلع راس براس، بنسميها البريك إيفن بوينت. لاحظوا كان عندي مثلا هذا المبيعات تاعتي، صافي المبيعات، اوكي، هون عندي التوتال برودكت كوست، بنلاحظ انه عندي حساسيه ضاربه بس لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب خلينا أفتح صفحة بيضة بس عشان أنسوا العنوان، بس لأني بدي أرسم. عندنا هون دولارات بالشهر per month. Okay. Thousands of dollars يعني مصاري، مش ضروري income بس مصاري. Okay. وهون عندي rate of production. 100 كيلوغرام، 100,000 كيلوغرام per month، 200 كيلوغرام، 300,000 كيلوغرام، 400,000، 500,000 إلى آخره. طيب. أنا لما بنتج 100,000 برميل، 100,000 كيلوغرام الشهر، ببيعهم بسعر معين، اوكي، ببيعهم انا لما اذا كان عندي انتاج صفر، مبيعاتي شو بتكون؟ الانتاج صفر، مبيعاتي شو بدها تكون؟ صفر. صفر. اوكي، خلينا بس ننظف الفيجر ونبدأ نحكي هذه المرة. طيب أنتجت صفر، بعت صفر، أنتجت 100,000 كيلوغرام، بعت بهذا المبلغ. فلاحظوا هذا عبارة عن straight line، و يعني بحديث ما حسب شو الطاقة الإنتاجية. هذا التوتال إنكم اللي هو له علاقة في المبيعات تاعتك. طيب نيجي الآن نتطلع على المصاريف. هلا المصاريف تاعتك، نرجع ننظف الماوس معلم. المصاريف، أنتجت صفر، أنتجت صفر، علي مصاريف؟ عليك. علي، مع اني انا ما انتجت شيء، شو علي؟ يعني مثلا رواتب لبعض العمال، الحد الادنى من العمال اللي ما له علاقه في الانتاج، دافع اجورهم، اقل شيء اجره الحارس. تمام، فحتى لو بكون انا ما عم بنتج، في علي مصاريف، منها بعض الموظفين
اللي هم ما في غنى عنهم، مش مرتبطين في الإنتاج. يعني لما بوقف إنتاج بقول لنا بعض الموظفين روحوا على بيوتكم، ما في شغل لكم. في ناس بروحهم، مش زي مين؟ زي الحارس. زي مين كمان؟ المدير. المدير آخر واحد بيروح. يعني الحارس بيروح قبل المدير. المدير، فعلى الأقل في المدير وفي الحارس، هذول يبقوا. وفي طبعا موظفين ثانيين للسنشل. طيب هذا بالنسبه للبيرسونال. في كمان مصاريف ثانيه، يعني ما انتجت بس علي مصاريف غير الرواتب هاي. فواتير الكهرباء والماء. يعني المصنع مسكر، بدوش لمبه بالليل تضوي، اناره بده. فبالتالي في شويه فواتير مستمرة علي حتى إذا توقف الإنتاج علي. فبالتالي في عندي هذا، لاحظوا إنه زيرو إنتاج. الكوست عندي، الكوست عندي مبلش من هاي النقطة وليس من الصفر. هذا الآن أنا ما بدي أنتج بالمرة، أوكي. عندي التكلفة عندي 10، أوكي. هاي 10 تعتبر ثابتة بغض النظر عن أنتجت 100,000 كيلو جرام بالشهر ولا 500,000 كيلو جرام بالشهر. هاي المصاريف ثابتة يعني. بيجي واحد بيقول طب ما أنا لما بنتج بصير أصرف كهرباء زيادة، بقول ها هاي الزيادة نحسبها مع الزيادة اللي مرتبطة بالإنتاج. يعني الكهرباء اللي مرتبطة في الإنتاج هي عبارة عن مصروف له علاقة بالإنتاج وليس fixed cost. إذا في عندي فيكس كوست، هذا خط مستقيم، وعندي الكوست المرتبط بالإنتاج. الكوست المرتبط بالإنتاج نسميه البرودكت كوست، وهون حطينا كلمة توتال لأنه الفيكس كوست أوكي محطوط معه. فبالتالي نرسم الكير. هذا الآن ليس بالضرورة يكون ستريت لاين، لأنه في الانتاج ثمن الرو ماتيريالز على سبيل المثال اللي هو له علاقه بتكلفه البرودكت. لما انا بشتري برميل بدفع ثمنه مثلا 1000 دينار رو ماتيريال. لما بشتري 100 برميل هل بدفع 100,000؟ لا. قديش بدفع؟ اكثر ولا اقل؟ اقل. لانه لما بشتري اكثر باخذ سعر احسن. تنزل على السوق بتقول بدي اشتري ثوب قميص، بقول لك مثلا 10 دنانير، بتقول طب بدي انا اشتري 50 قميص من نفس النوع، هل ال 50 قميص ببيعك اياهم على اساس 10 لكل قميص ولا بغير السعر؟ بتغير السعر، بتغير بصير اقل. وبالتالي لاحظوا الكيرف تاع تكلفه الانتاج، الكيرف تاع تكلفه الانتاج اللي هو هذا الكيرف، اوكي، مش ستريت لاين، وجاي كيرف يعني بصير يميل لتحت. طيب اذا صار في عندي كيرفين، واحد له علاقه في المبيعات توتال انكم، وواحد له علاقه بالتوتال برودكت كوست. النقطة اللي بيلتقوا فيها، النقطة اللي بيلتقوا فيها من حيث الإنتاج. هلا هاي يعني لما أنا بنتج مثلاً 220,000 كيلوغرام، 220,000 كيلوغرام، بصير عند هذه النقطة حسب الرسم اللي عندي التوتال برودكت كوست يساوي، لأنه يعني كونوا تلاقوا معناها صاروا متساويين، يساوي التوتال إنكم. يعني الكوست تساوى عندي مع الدخل. إذا شو صار عندي؟ هاي النقطة، نقطة الإنتاج هاي أوكي، هي ما يسمى بالبريك إيفن بوينت، نقطة العربي نسميها الرأسمالية اللي أنا طلعت فيها رأس براس. فأنا بالإنتاج كمصانع عنا على هاي النقطة بير مانث أو بير يير أو بير داي وتبر حسب اليونيت أوف تايم اللي إحنا نشتغل فيها، بس عادة بير مانث. فتقول أنا عشان أطلع رأس براس بالشغل تاعي لازم أنتج 200,000 كيلوغرام بالشهر تاع رسمي، فأطلع رأس براس. فإذا أنتجت
أزود من 200 ألف بكون عم بربح لأنه الإنكم عندي أعلى من الكوست، وإذا أنتجت أقل من 220 ألف بصير لاحظوا الإنكم تاعي أقل من الكوست، وبالتالي بدفع أكثر ما بدخل. فمهمة هاي النقطة في البرودكشن، لاحظوا مش في إنشاء المصنع وإنما في الداي تو داي أو المونث تو مونث أوبريشن أوف ذا بلانت. هاي بسموها البي إي بي أو البريك إيفن بوينت. طيب نتوقف عند هذه النقطة، والمحاضرة الجاية بتحدث عن الحمد لله رب العالمين. نتحدث عن types of capital cost estimates. أي سؤال قبل ما ننهي؟ هلا بحاول بفوت على الموقع تاع e-learning وبأجل موعد تسليم الوظيفة. يلا يعطيكم العافية. السلام عليكم.